عودة لكم مشاهدينا الكرام. بعد ما شفنا حالة الطقس في العواصم العربية، تخلى في موضوعنا القادم، الشباب هم عماد المستقبل، ولهذا سبب وكخطوة لتأهيل جيل جديد متميز مدرك لحقوقه وواجباته، ينظم قطاع الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الأمة برلمان الطلبة، والذي راح يعقد إن شاء الله غدا الاثنين، وهو فرصة هامة للطلبة تمكنهم من قضية التعبير عن أنفسهم، عن أفكارهم وآرائهم تجاه العديد من المواضيع والقضايا المهمة بهم. للحديث حول هذا الموضوع والتعرف على أهم تحضيرات والاستعدادات للبرلمان الطلابي، دعوني أرحب بمديرة إدارة الإعلام في مجلس الأمة الأستاذة أمل المطوع. حياك الله أستاذة أمل. الله يحييك. لو بنسأل عن هذه ثلاث سنوات أو ثلاث مجالس اللي كان فيها برلمان الطلبة، الهدف من إنشاء هذه الفكرة شنو؟ طبعا البرلمان طالب في مجموعة أهداف احنا نسعى لها، اللي دفعت فكرة تأسيس البرلمان، اللي هو أول شيء مثلا التعريف بمفهوم الديمقراطية بصورة عملية وحية، تبصير الطلاب بقضايا المجتمع وكيفية التعامل مع القضايا بأسلوب ديمقراطي، تقبل الآخر الرأي والرأي الآخر، أن شلون هم يقدرون يناقشون قضاياهم اللي تتعلق بالعملية التربوية، ما يعني اللي تخصهم، القضايا التربوية اللي تخصهم والحياة المدرسية اللي كونهم هم العنصر الأساسي فيها، وأكيد تعميق شعور الشباب بالولاء بالوطن، يعني تعلم أساليب الديمقراطية البسيطة. اختيارهم يكون من قبل وزارة التربية ولا من وين؟ هم انتخابات. إيه، في انتخابات تصير على مستوى المدارس وبعدين تصير على مستوى المحافظات، فينتخبون الأعضاء كلهم منتخبين. منتخبين داخل المدرسة نفسها. داخل المدرسة نفسها. وبعد هيون لهناك، المواضيع اللي راح يتكلمون عنها هل تكون مكتوبة في السابق ولا من قبل الطالب أو بالترتيب مع المدرسة؟ ما يقترحونها. عقب ما يتشكل يتشكل المجلس مال الطلبة، طبعًا المجلس طلبة نصه بنات ونصه شباب من كل المحافظات وكل المناطق التعليمية، فهم يقترحون مجموعة أربع مواضيع يناقشونها في جدول الأعمال في الجلسة. فدائما طبعا كل جلسة حق برلمان طالب تكون المواضيع مختلفة، فهم يقترحون هاي المواضيع اللي تخصهم وتمسهم بشكل مباشر. أبرز المواضيع اللي كانت في المجالس السابقة للطلبة شنو كانت؟ والله هم يعني كل مرة يتناولون يعني موضوع معين، مواضيع معينة، بس أكثر شيء يعني باتجاه الجامعات، يعني دائما يعني موضوع الحين تقريبا متكرر، اللي هو يعني عندهم قلق تجاه أن السعة الاستيعابية حق جامعة الكويت وشون راح تستوعبوا البعثات واختبارات القبول واختبارات القدرات مال الجامعة، هذه أكثر القضايا اللي فعلا تشغلهم. كذلك مناهج الدراسية، أن يكون المدرسة بيئة جاذبة، رعاية الموهوبين، هذه أكثر اللي تشغل انتباههم في كل سنة. تمام. القضايا اللي يناقشونها الطلبة في هذا البرلمان الطلابي، بعد ما نقدم هذه القضايا وهذه الآراء والمقترحات، بعدها راح يكون في توصيات معينة، حل هذه القضايا، تبني المجلس الفعلي لهذه القضايا شنو يكون؟ أي، في بعد كل جلسة يكون دائما في توصيات، أن طبعا نعطيها حق وزير التربية يكون موجود وقيادات وزارة التربية أيضا يكونون حاضرين ويتبنونها. في واحدة من القضايا اللي الطلبة يعني طالبوا فيها مو بالبرلمان الماضي، اللي قبله، اللي هو تغيير موضوع الاختبارات، نظام الاختبارات، أنه من أربع فترات إلى فترتين، واستجابة وزارة التربية وقتها وغيرتها بناء على المطالبات اللي صارت داخل برلمان طالب. تمام. هذا الطالب، والغريب في الموضوع أستاذ أمل، أن طالب في ثانوية عامة يواجه رئيس مجلس الأمة أو يحاور ويقدم كل ما لديه من مقترحات وآراء وأفكار، قدمتوا لهم ورش عمل قبل لا يدخلون قاعة عبد الله سالم ولا هم من تلقاء نفسهم؟ لا طبعا، احنا سوينا لهم ورشة تدريبية اللي هي طريقة عمل الجلسات في ضوء اللائحة والدستور، شرحنا لهم بالضبط شلون يتم عمل الجلسة وفقا للدستور واللائحة، مثل ما الأعضاء الحقيقيين يشتغلون بداخل الجلسة، طريقة طلب الكلام، طريقة كل ما يتعلق طلبات المناقشة كيف يقدمونها، كم واحد يوقع على طلب المناقشة، فهذا يعني خذيناهم في يوم خاص وحاولنا ان احنا نشرح لهم اياه بشكل مفصل. مدير الاداره القانونيه استاذ عبد الله العنزي ما قصر، هو اللي اعطاهم الورشه التدريبيه وشرحها لهم على اساس احنا نهيئهم حق باكر.
نهيئهم حق باكر. هذه الكلمه يمكن تشدي حق سؤال اخر. بعد البرلمان الطلابي هناك في نماذج على مستوى المجتمع الكويتي ككل تجمع على قدرتها على الحديث، على تسلسل الافكار وترتيبها وتقديمها وحتى الاقناع. ما بعد البرلمان ممكن ان ناخذهم لتطويرهم في قضيه معينه ايا كانت هذا الجانب، لكن ما بعد البرلمان ممكن في متابعه ولا لا؟ والله هم يعني اللي اقدر اكد لك انه من خلال اللي شفته في الورشه التدريبيه اللي سويناها والتاهيليه، في فعلا نماذج جدا متميزه، وانا ادري باكر راح يبدعون بطريقه العرض وتبنيهم حق القضايا اللي تمسهم. فانا متاكده، انا حتى يعني لما اشوفهم اقول لهم انا متاكده ان في بعضهم في المستقبل راح يكونون اعضاء حقيقيين حق مجلس الامم، لان عندهم القدره على الاقناع، عندهم القدره على تبني القضايا اللي هم يحسوا، عندهم القدره على طرح المشكله وحلها. ففي لا يعني لذلك احتوائهم في هذه الفتره تحديدا تعزيز قدراتهم وقدرتهم هو الهدف الاسمى في هذا الموضوع. برلمان الطلبه باكر راح يكون يوم الاثنين، شنو الجديد هالسنه؟ في شيء جديد؟ الجديد هالسنة اللي القضايا اللي هم يعني تبنوها. فمثل ما قلت لك هم حاولوا ان هم يعني ما يكررون المواضيع اللي كانوا يناقشونها في البرلمانات اللي طافت. هم هالسنة يعتقدون ان صوتهم فعلا مسموع اكثر. وزارة التربية قاعد تاخذ بالتوصيات، قاعد تنظر فيها. فالسنة قلت لك قضاياهم هم الجديد في الموضوع. انت وفي في في المركز تحديدا في مجلس الامه لياكم هذا اليوم، شنو تجهيزاتكم عاده حق هالطلبه؟ متعبه ادرك تماما، لكن ابرز يعني التحديات اللي تواجهكم مع هالطلبه، تثقيفهم دستوريا اكثر، اليه العمل في المجلس واللائحه الداخليه، شنو؟ بالضبط هو احنا الشغل اللي نشتغله وياهم قبل الجلسه وايد يكون هدفنا ان احنا نجاوب اسئلتهم. اذا عندهم هم دائما عندهم اسئله ان هل مداخلتي تنطبق توافق، فاحنا نجاوب اسئلتهم، نحاول اذا هم عندهم فكره مثلا نوجههم حتى في طريقه عرض، لان تدري عندهم 5 دقائق بس يتكلمون فيها، فان شلون تتكلم وتشرح فكرتك وتختم بطريقه تكون راسخه في اذهان الجمهور ب5 دقائق، فهذا اللي احنا نحاول نساعدهم فيه. طبعا الاستعدادات هو لان احنا متوقعين يعني بالحضور من الطلبه والاولياء الامور وموجهين نظار ومختصين، فيعني الحضور راح يكون شبه كامل كانه جلسه افتتاحيه. فهذا استعداداتنا، استعدادات اداره العلاقات العامه، قسم التشريفات، الحرس، مو مقصرين يعني على جميع الجهات، يعني حتى انتم تلفزيون المجلس من ناحيه تغطيتنا، فمن جميع الجهات كقطاع الاعلام العلاقات العامه كلنا يعني متحمسين. مناسبه مثل هذه تستحق فعلا الجهد. ابي اسمع تعليقك على جزئيه معينه استاذ امل. هناك من يعتقد الاعتقاد الخاطئ ان صح التعبير ان هو مشهد تمثيلي فقط لا اكثر، مجموعه طلبه ياتون امام رئيس مجلس الامه يتحدثون في قضايا معينه قد صيغت من قبل ومكتوبه من قبل الطلبه ويقدمونها للرئيس ويتكلمون فيها وينتهي الموضوع. أي. قاعد اشوف 3 مضابط الان لثلاث مجالس بكل حرف لكل طالب قال كلمه فيهم، يمكن هذا الفصل التشريعي الاول، دور العقاد العادي الاول، جلسه برلمانيه للطالب اللي كانت في تاريخ 28/4/2014. كل الكلام مكتوب، كل ما قيل مكتوب لوثقه في التاريخ. هل هو مشهد تمثيلي؟ لا، هو مو مشهد تمثيلي، والطريقه اللي وثقنا فيها المضابط هذا يعني كان وايد مهم عندنا ان احنا نقول حق الطلبه ان انتم القضايا اللي تطرحونها ترى موثقه، باكر عقب 10 5 5 ان شاء الله 20 سنه مثل ما اليوم الناس قاعد ترجع حق محاضر جلسات المجلس التاسيسي. صح. محاضر اعداد لجنه الدستور، في ناس راح ترجع بتقول ان فلان تكلم بهالقضيه بالوقت الفلاني او فلانه او وراح تستشهد يمكن بالكلام، يمكن انا اقول لك في وايد من الافكار اللي انطرحت يعني خلال جلساتنا التدريبيه اللي قبل ان شاء الله باكر، افكار يعني المفروض وزاره التربيه تاخذها مثل ما هي تتبناها، لان افكار فعلا رائده وممتازه ويايتك من الناس اللي هم عايشين المشكله. وموثقه رسميا يعني ما هو مجرد كتاب. يعني حتى الدعوه اللي يعني بعثناها حق وزير التربيه عشان يحضر ان شاء الله باكر، يعني ارفقنا فيها 3 مضابط على اساس حتى اذا هو حاب انه يطلع شنو تم مناقشه في الـ في الـ في المضابط السابقه. بالمضابط يكون على علم. كامله. اي. طيب رسالتك للاهالي للمجتمع ككل بهدف تشجيع هؤلاء الطلبه على الانطلاق في هذا المجال تحديدا،
ما هو سهل جدا اني الاقي طالب في الثانويه العامه يقف امام رئيس مجلس امه ويتكلم ويتحدث بكل اريحيه. نظره المجتمع، تشجيع المجتمع، اقبال المجتمع على مثل هذه الافكار، شلون قاعد تشوفينها؟ والله انا قاعد اشوف في دعم كبير من الاهالي اولياء الامور، في دعم كبير من الموجهين، في دعم كبير من المدرسه، يعني هذا اللي احنا لمسناه من تعاملنا مع وزاره التربيه، فهم داعمينهم، يعني داعمينهم داعمينهم، حتى اللي يعني اللي ودهم مثلا يناقشون قضايا ما لها علاقه بالقضايا التربويه قاعد يعرفون شلون يوجهونهم باتجاه الصحيح. ففي دعم قاعد اشوف، والشباب نفسهم والبنات نفسهم عندهم هذا الدافع اللي يخليهم انه يبون يعني يقولون شيء، يبون يوصلون في بقلبهم شيء، ودهم يعبرونه، ودهم يوصلونه للجهات المسؤوله. لكن السؤال الان رسالتك لهم، للطلبه اللي راح يكونوا مباشر في البرلمان تحت قبه عبد الله السالم، وايضا لكل المجتمع، رسالتك اخيرا استاذ عمر. انا رسالتي للطلبه انه يعني يستغلون هالخمس دقائق يعني افضل استغلال. الرساله اللي بوصلونها يعني لازم يذكرون انهم دائما يمثلون شريحه الطلبه، يعني هذه الشريحة اللي وصلتهم حق هذا مجلس الطلبة، ويعني وتنتظر منهم أنهم يتبنون قضاياها، فقدام خمس دقائق هذا تحدي، يعني هذا التحدي، شلون أنت تقدر توصل فكرتك، توصل قضيتك، تطرح يمكن مشكلتك بوقت قصير. فهذه الخمس دقائق هي اللي موجوده هنا بالمضابط، وهي اللي بتوثق اسمك وبتوثق رسالتك للتاريخ فاحرص انها تكون يعني مدروسه، ويعني كل الأبعاد وعناصر الكلمة الصحيحة فيها، وتكون يعني موجودة. هناك من يعتمد على قضية الجراءة سريعا، توني ذكرت في بعض الشخصيات في هذه المرحلة، يعني خصائص عمره في هذه المرحلة تساعد على هذا الشيء، فيعتمد على قضية رفع الصوت، اختيار بعض المصطلحات الغريبة، هالشيء يساعد. أنا ما نمنع، بس هالشيء يساعد ولا لا؟ لا لا، أنا شفت وايد عندهم هذه الكاريزما مالت القدرة على الإقناع والخطابة. فيعني احنا دائما نقول لهم استغلوها في توصيل رسالتكم، يعني مو بالضرورة يعني استغل شجاعتي أو الكاريزما مالتي أو قدرتي على إلقاء في إني مثلا أقول شيء أطلع عن جدول الأعمال أو أشط، يعني هم عندهم هذه المهارات، يعني شفنا قلت لك وباكر ان شاء الله بتشوفون يعني طلبه فعلا وطالبات وايد متميزين. شفنا امانه على مستوى ثلاث سنوات الماضيه والبرلمانات الطلابيه الماضيه، شفنا نماذج يحتذى فيها امانه، مشرفه على مستوى الطلاب في دوله الكويت الحبيبه. كل الشكر لك مديره اداره الاعلام في مجلس الامه الاستاذه امل المطوع على كل هذه المعلومات، وتمنياتنا لكم بنجاح هذه الجلسه، وكل الشكر لكل من عمل على تغطيه هذه الجلسه وتجهيزاتها. اذا هي رساله بسيطه مبسطه ان صح التعبير للمجتمع الكويتي والعالم ككل، هناك رجالات دوله تصنع القرار تحت قبه عبد الله السالم، لكن هناك ايضا فرصه لهؤلاء الطلبه ليصنعوا ويقولوا كل ما بداخلهم وفق آلية معينة واضحة تحت قبة عبد الله السالم.